عملت قلب صناعي بس ما كانش فرصة اني اعمله من ازازة مية. قطعت علبة البلاستيك دي لشرايح لإعادة تدويرها، وعملت المكنة دي عشان تاخد البلاستيك وتطلعه خيوط قوية دائرية، والعملية دي هيتم تشكيلها بحكم الحرارة العالية. والفايدة منها ان نستخدمها مرة تانية الخيوط دي مع الطبعات عشان اشكل بيها المجسمات بتاعة القلب، وجودتها عالية وفعالة جدا. اجزاء القلب الداخلي تعتمد على الميكانيكا عشان النبض، والمحركات هي الجزء الاساسي. تحريك القلب بنبضات منتظمة وترابطها مع مجسم محاكي للقلب البشري استغرق مني حوالي 3 شهور. والجزء الخارجي من القلب عملته من طباعة المطاط، واصعب جزء هو التصميم. والفايدة من طباعة المطاط انه يكون مرن عشان المجسم الداخلي، واخر جزء الدهان عشان يكون حقيقي شوية. والفايدة من القلب هتكمل بعدين مع التطوير والدراسة. الروبوت ده كامل عملته من ازازة مية، مفيش حاجة بتقف قدام العرب.